السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتمنى تكونون بألف خير وتحياتي لكم. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود واستاذ الموسيقى في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد. اتمنى تكونون بألف خير، ومثل ما مستمرين في منهاجنا اللي هي أيام مقامات وأيام إيقاعات لكي يستفيد الجميع، وإن شاء الله نبتدي اليوم بإيقاع الفلاحي، اللي الفلاحي اللي هو أيضا 2/4، وهذا الإيقاع راح نشاهده أمامكم بالورقة الآن. هذا إيقاع الفلاحي هو طبعا إيقاع مصري يستعمل دائما في الأغلب في الموسيقى الشعبية، و رغم أنه هذا الإيقاع حقيقة هو يشبه إيقاع المقسوم لكن بسرعة مضاعفة، فهو يختلف كثير بالإحساس، لأن الفلاحي دائما يجري بسلاسة دون تباين ملحوظ بالنبرة من بين الدم والتك. استخدموه كثير طبعا من المطربين اللي هم أحمد عدوية، وأيضا استخدموه في معظم الأغاني الشعبية المصرية مثل أغنية سلامتها أم حسن، واللي هو دائما من الإيقاعات الجميلة اللي هو دائما يصير دم أك تك أك دم تك دم تك 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 تك. أمامكم موجودة، لذلك راح تلاحظون الإيقاع اللي راح تسمعون تو أمامكم في مجموعة من الأغاني اللي موجودة في صندوق الوصف، راح تلاحظون الاختلاف اللي موجود بالإيقاع، راح تميزوه مباشرة في أي أغنية. غايتنا أو غايتي هي راح توصل تتمرن على الإيقاع أو سواء المقامات اللي قدمتها، راح تقوم تفرزن وتعرف هذا الإيقاع شو اسمه، هذا المقام شو اسمه، لذلك راح تخدمك من خلال إعادة الفيديو هذا أكثر من مرة حتى تقدر تعرف ما هو الإيقاع. هذا إيقاع الفلاحي، وإن شاء الله ناخذ إيقاع الفالس في الدروس القادمة رغبة لأصدقائنا. وأنا أشكركم شكرا جزيلا لاشتراككم والإعجاب بقناتي، لأن هذا طبعا راح يحفزنا في تقديم ما هو جميل وأكثر وأكثر لكم. تحياتي لكم، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ومشاركة القناة على صفحاتكم في الواتساب وفي جميع أقسام وسائل التواصل الاجتماعي. مع السلامة وتحياتي لكم زياد هادي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.